يعكس توجيه جلالة الملك المعظم باستكمال إعداد المخططات العامة للمدن الجديدة لزيادة مساحة المناطق التعميرية لمملكة البحرين، يعكس الحرص الكبير الذي يوليه جلالته لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المهندس أحمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن ما أهمية هذه التوجيهات الملكية السامية باستكمال إعداد المخططات العامة للمدن الجديدة، وما هي آلية العمل لترجمة هذه التوجيهات؟ أشكرك أخي العزيز على الاستضافة. طبعا بداية نثمن عاليا التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، المتعلقة باستكمال إعداد المخططات العامة للمدن الجديدة، طبعا لزيادة مساحة المناطق التعميرية مملكة البحرين على أن تتوافق أو يتوافق التخطيط مع الوضع الطبيعي لتلك المناطق وتأمين التنقل المتكامل والمستدام، حيث أن تشمل هذه المخططات للمناطق الجديدة مشاريع سكنية وسياحية وصناعية ولوجستية لخلق فرص استثمارية مميزة وتنافسية. طبعا هو الأمر الذي يتوافق بالتأكيد مع التوجهات الاستراتيجية لخطة التعافي الاقتصادي التي تم تدشينها نهاية العام المنصرم. طبعا تقوم الهيئة حاليا بإعداد التصورات الأولية للمخططات العامة للمدن الخمس الجديدة، واللي إن شاء الله سوف تلبي كافة الاحتياجات المستقبلية من مساحات تعميرية لمختلف الاستعمالات مثل ما يعني قلنا من شوي، بما يضمن طبعا استدامة تلك المدن وتكامل الخدمات فيها والمرافق بما يتماشى مع معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأيضا بما يحقق أعلى معايير جودة الحياة لقاطني تلك المدن وفق أعلى مواصفات التنمية الحضرية. طبعا هذا التوجه الملكي السامي أخي العزيز من شأنه أن يضمن استمرارية تحقيق النماء والازدهار لكافة القطاعات التنموية في مملكتنا الحبيبة، وهي أيضا البنية الداعمة لتوفير الفرص الاستثمارية التي تعزز طبعا بيئة الأعمال والابتكار في مملكة البحرين، تحقيقا لأهداف ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. طبعا أحب أن أؤكد أيضا بأن ما تحقق من إنجازات وطنية رائدة في مختلف القطاعات بما فيها قطاع التخطيط العمراني والتنمية الحضرية إنما جاء بفضل الرؤية المباركة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأيضا متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله. في الختام أخي العزيز أؤكد أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني يعني على الأهمية الاقتصادية والعمرانية لمشروع المدن الخمس الجديدة، وذلك من خلال التعاون طبعا والتكامل مع كافة الجهات الحكومية المعنية بما يتماشى مع تطلعات المملكة في توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين الكرام. نعم. وبما يصب في صالح الدفع بعجلة التنمية في البلاد ويعود أيضا بالنفع والخير على الوطن والمواطن. نعم سعادة المهندس أحمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، شكرا جزيلا لك.